هي قضية الزيت هذه قضية مشهورة وقديمة، وكانت موجودة في هيئة النزاهة لما أنا كنت رئيسها، يمكن حتى قبل ما أن أكون رئيسها. وبها تقرير مفصل لديوان الرقابة المالية، وبها اتهامات واضحة، والدكتور الشلبي طلعها بالتلفزيون وعرض التقرير، وهذا الشيء معروف. يعني ما أعرف الناس ما تتذكره لأنه غير صح منتبهة عليه، بس هو ملف جدا مهم. وكان يشترون طن الزيت ب 2200 يمكن او 2000 دولار، في حين هو ب 500 دولار او 750 دولار، ما اتذكر الارقام بالضبط. كان فد مبلغ مهول جدا، وحتى بوقتها كانوا يشترون الزيت على حساب مواد الاخرى، يعني شكر ماكو بالمخازن، طحين ماكو بالمخازن، وكل الزيت بسبب قضيه فساد حقيقيه خلف منو الموضوع، كان بحيث متورط بيها ان مخازن سيد وزاره القاضي؟ منو التجاره كان في متورط حينها، بقضية بصفقة الزيت؟ عفوا منو كان متورط بصفقة الزيت؟ والله بحينها موظفين في وزارة التجارة ومعالي الوزير في حينها وبعض السياسيين وأولادهم في الحقيقة، اللي كانوا هم يجهزون متعاقدين ويجهزون بعقود تسمح لهم أن يجهزون كميات كبيرة، بحيث أن مخازن وزارة التجارة في حينها الملت زيت لمدة يكفي العراق لمدة 10 سنوات قادمة في حينها في الحقيقة. تدري هذا يصير اكسباير ويدبوه بعدين.